إذن هذه بطاقة منفعة والمدة ديالها عام في عام. شروط التسجيل هي صورتك ولا كارت ناسيونال، حيت كتخرج البطاقة بهذا الشكل هكا، فيها صورة ديالك الشخصية والمعلومات ديالك. علاش درنا هذه القضية هذه؟ باش ما يهزش شي واحد بطاقتك يمشي بها يستعملها. السلام عليكم المشاهدات والمتابعين ديال قناه ميكسوره كريمه، كنتمنى تكونوا على خير ومن خير وتقوم الفيديو باحسن الاحوال. كما كتشوفوا معنا اليوم واحد الصوره ديال سيدنا جلاله الملك نصره الله، كاين اليوم واحد المفاجاه زوينه زوينه مع بطاقه منفعه كما كتشوفوا، وغادي نخليكم مع الفيديو غادي يشرح لكم المعلومات كامله، وانا متاكده هذه المعلومات غادي يفيدكم 100%. معلومات زوينين حيت انا سمعت عليها ودخلت عند السيد القناه ديالو تفرجت لها كاملة، عجبني داك المحتوى والبطاقة حتى هي راه غادي تنفعنا كمغاربة كاملين بينا داخل الوطن وخارج الوطن. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم على الفيديو، ما تنساوش من لايك وبارطاج، خليكم مع المعلومات 100% صحيحة على بطاقة منفعة من عند مدير الشركة شخصيا. واحد المشروع تابع الشركة ديالي اللي اسمها شركة جروب عمري نور. شركة جروب عمري هو الشركة اللي كتخدم في مجال كما كتشوفوا هنايا، تشتغل في مجال الإشهار والتواصل والماركتينغ وتنظيم الحفلات والاستثمار والخدمات العامة. شركة بيتها كبحال كوما شاب غريب، ماشي شي واحد لاباس عليك، الناس البسطاء تقدر تدير شركة وتقدر تنجح، الناس تقدر تنجحي تقدر تنجحي، أي واحد يمكن ينجح، خاصك غير الإرادة والفكرة ونوصلوا ان شاء الله اللهم يسهل. اذا هذه الشركه هذه عندها بزاف ديال الحوايج كنخدموا، اللي كيهمكم الان انتم هو مشروع بطاقه منفعه. بطاقه منفعه هي هذه البطاقه هذه، هي هذه البطاقه هذه، لا حتى شي حاجه تقدر تشوفها، هي تعتبر اول بطاقه للتخفيضات في المغرب. إذا كانت عندك هذه البطاقة كتولي كتستافدي من تخفيضات حصرية أكثر من 250 محل في المغرب كامل، شاري طنجة، شات أصيلة، مكناس، فاس، مراكش، أكادير، ليزوتيل، ليزوتورون، ولكن دابا كنهضرو غير في طنجة، طنجة فيها أغلبية المحلات كاين في طنجة، كاين ريستورات، كاين كافي، كاين التحاليل، كاين الصحة كاملة، كاين الترفيه، كاين الحوايج ديال العيالات، حوايج ديال الرجال، بور لي زونفو، ميك اب، كري سيارة، قاعة الحفلات، زيانة، أي حاجة شريتها راه درناها في ذاك المجلة، وغاتشوفو واحد المجلة بي دي اف فيها كاع دوك المحلات، كتلقاي مجلة كتبارك عليها بالتليفون كتحل، كتلقاي التصويرة مثلا ديال القهوة ديال فينيزيا ايس، كتلقاي هاد القهوة، ها فين كاينة، ها العنوان، وها شحال كتنقص، باين داكشي ما تكون في غير الفيديو، كتمشي لديك القهوة، هما راه عارفين البطاقة راه عندهم. غير كتوريهم كيعرفوا تراجية من طرفها، حيت كنا شي شركة كبيرة رونو عندها البادج ديال الخدمة، ملي كتوريني البادج كنعرفك خدامة في الرونو، سير هاد المشوز، ملي غتوري هاد البادج هذا كنعرفك راه مع بطاقة منفعة، يعني المدير ديال بطاقة منفعة اللي هو أنا راه دار معاهم شراكة على أساس ملي تجي الأخت خديجة مثلا بهاد البطاقة هادي خصها 10% ولا 20% ولا 30% كل واحد شحال كيعطي، كتولي كتبرعي في التخفيضات. كتولي كتوفري فلوس، إذا كنتي كضيعي في الشهر مثلا 1000 درهم، ما منفعتش كضيعي 500 درهم، كنتي كضيعي 2000 درهم، غتولي كضيعي غير 1000 درهم، لأن هذوك الأشياء اللي كتشري في الشهر نقصتهم الثمن، توفر، كنت كنتغدى مثلا كنخرج وليداتي واحد المرة في الأسبوع، كنبدا نمشي ريستورا كنخلص واحد 250 درهم أو 300 درهم، ملي كنخلص غير 150 درهم، أنا وفرت 150 درهم، بغيت نشري الدواء ولا التحاليل أنا وفرت. هاد البطاقة الثمن ديالها رمزي اللي هو 300 درهم في العام، 360 يوم عام كامل انت كتستافد 300 درهم، وهاد 300 درهم يمكن كترديها غير بجوج ولا ثلاثة تجربة تقدر تردي فلوسك. أنا نقول مثال، واحد النهار وقعت واحد الصبي ديالي اسمه هشام، مشى عند الأوبتيسيان كيصوب الدادر، ما قالوش في اليوم راه عندي بطاقة منفعة، شحال أخي تسالت عند الدادر كيتبدلوا هاد البيسي هادي الشمس هادي، المهم خلى له في التوتال الشطاره ب 2200 درهم 22 فرنك، عاد قال له انا راه عندي بطاقه منفعه الله يحطها له هذا صباح مشي تصدم، ولكن راه داير معنا كونترا بعدو يهرب، هذوك الناس كدير معاهم كونترا غادي نقصلو ديك 35% تقريبا، اذا كان غيخلص 2200 درهم صدق يخلص 1600 درهم،
يعني شحال رد نجيبو 600 درهم فرق. شحال باش شري البطاقة ب 300 درهم رد فلوسو وشاطو الفلوس ومازالو البطاقة عام يعني البطاقة خاصها في الحقيقة تكون عند كل المواطن والله تكون عند كل المواطن وسيرتو الدراوش وسيرتو الدراوش اللي ما عندوش نظام جي لا والو هادي ديالو هادو ديالهم هادي ديال الدراوش يعني الهدف الاول باين هو اننا كنعاونو الناس وكنعاونو حتى دوك المحلات حتى المحلات اللي كيتحركوا اللي غتمشي انت عندهم تاكلي عندك الصح في المعلومه الرواج يعني مول البطاقه كيستافد مول المحل كيستافد وحتى حنا كشركه كنبيعوا لي كارت كنستافد هذا كيتسمى الاقتصاد الاجتماعي لا تما مستردين كنحاربوا حنا هذه القضيه واحد كيصنع واحد كيستهلك لا كلشي فلوس كتدور بيناتنا واضح لحد الان باش كنعرف انا داك المحل مخالط معاكم قلت لك الكاتالوج اللي كنعطيك كنعطيكم واحد الكاتالوج دابا كاين بي دي اف يعني في التليفون كيوصلك التليفون بين المحلات كامل وكاين المجله الورقيه غتخرج حتى هي غتاخذها ان شاء الله كتعرفي المحلات كاع اللي معانا وكاين الموقع الالكتروني ديالنا اللي دخلتو له www.manfa.ma كتبركي عليه كيطلع لك كاع المحلات اللي كاين ومثلا تمشي لطنجي مشي على طنجة كتبركي لك هاد المحل في طنجة بوحدها جاتك الوقت سافرت لمراكش بغيتي تعرفي غير المحل ديال مراكش كتبركي بدا تسكت على مدينة مراكش كيعطيك غير المحل في مراكش واحد الموقع الالكتروني عندنا منظم مزيان تبارك لحد الان مزيان كلشي كيستافد المحل كنعرفوهم بالمجلة راني نهضر شي شوية على الارباح الفلوس هي علاش دايرة القصة كلها درنا لكم واحد الربح باش ديروا لنا الاشعار دابا سولتك انت هذاك الصاك اللي عندك فين شريتيه تقدري توريني المحل تقول لي هو داك في التريسيه هو داك المحل غادي نجلس واحد السيمانه ندبر الفلوس وغادي نمشي نشري الزوجه ديالي واش هذاك المحل راه يعطيك شي درهم يعطيك والو انت درتي له الاشاره ومشيت تشريت عندو انا وانت ما عطاك والو انا عاوتاني مرتي غتشوف عندها صاحبتها فين شريتي انت وحاجه بسببك انت جاو عندو 10 او 20 ديال الناس ما ديتي حتى درهم حنا ما كنبيعوكمش على الاشهار اللي كديروا لينا مثلا انت مشيتي استعملتي البطاقه ولقيتيها بصح وعجبك الحال جربتيها راه كيقول لك سلام جرب احسن حاجه عندنا حنا هي التطبيق باش نجحنا في مشروع بطاقه منفعه بالتطبيق غادي نمشي ليك القهوه دابا غنمشي نجربها فري عندنا 100 درهم تخلص 70 درهم اش كيوقع لك تفرحي كتقول هذا الشيء بصح كتبارطاجي كتهضري مع العائله والله هذا واحد البطاقه واعره كنقصوا لي 30 درهم والبارح جربت نقصوا لي 40 درهم واليوم 50 درهم ديك صاحبتي كتقول لك انا بغيت نعملها شحال باش غتعملها لي شحال الثمن 300 درهم 300 درهم عندك فيها 100 درهم كل بطاقه بعتيها كتاخذي فيها 100 درهم حلال 300 درهم سهله اي واحد يمكن يعطيها كتاخذي فيها 100 درهم يعني جبتي 30 بطاقه هي 3000 درهم جبتي 60 بطاقه 6000 درهم بتي اللي غادي تصنعي الصالير ديالك بغيتي مليون غتخلصي مليون بغيتي 10 مليون غتخلصي 10 مليون فيها الفلوس فيها الخيار فيها التخفيضات فيها كلشي وزدنا لكم دابا حتى الجيل الثاني عطيو مثال انا دخلت هاد السيده ربحت معاها شحال قلنا 100 درهم هي مشات عرضات على اختها دخلتها هي غتاخذ ديك 100 درهم وانا غادي ندوز لي 25 درهم زيد اذا دوك الناس اللي دخلتي الفريق ديالك كل ما باعوا كدوز لك انت 25 درهم دائما اذا شنو مطلوب منك هو تشجعي الفريق ديالك يخدم ديما ديري فريق وديري واحد جروب واتساب وجبدوه يلا البنات يلا فاطمه شحال كاين انت يلا شنو خصك تحفيزه زاد لانه هو اللي كيعطيك 25 درهم اذا الربح مباشر كتديو فيه 100 درهم اللي جبتيها انت مباشره 100 درهم والغير المباشر كتدي 25 درهم وهنا وقفنا باش ما نطيحوش في التسويق الهرمي حنا كنخدموا غير مع وليداتنا انا ووليداتي بحال شي مدرب ديال الكره مع الفريق ديالو الا ربحوا راه كيدي معاهم الا ربحوا ما كيديش معاهم اذا هذه هي بطاقه منفعه والمده ديالها عام في عام شروط التسجيل هي صورتك ولا كارت ناسيونال حيت كتخرج البطاقه بهذا الشكل هكا فيها صوره ديالك الشخصيه والمعلومات ديالك علاش درنا هذه القضيه هذه باش ما يهزش شي واحد بطاقه كيمشي بها تيستعملها مول المحل راه بدي كتوري البطاقه كيشدها وكيشوف فيك بلا ما كيعيق كيعرفك راك انت عاد كيعطيك التخفيض ما يمكنش انت البطاقه ديالك تمشي بها اختك
ولكن هذه البطاقه صالحه ليك انت وراجلك ووالديك وزادك. هذه بطاقه وحده داخلين فيها العائله ديالك الصغيره دايزه معك. انا والزوجه ديالي وليداتي ووالديا كل ما يدوز معايا، ولكن اختي صاحبتي اخ ديالي خصو يمشي يدير لاكارت ديالو باش تدي معاه ديال الدراهم. صافي يلا الى كان شي سؤال انا بالساعه. الاطفال ولا غير الناس الكبار؟ بحال دابا نقدر نديرها لولادي مثلا. لا خصك بلاكارت خصك. حق انت اللي كتخلص عليهم. كون عندك 18 سنه الفوق. كدي معاك. كديهم معايا. دايزين معايا. دخلتوا ريستور ولادك وراجلك ووالديك دايزين معاك. مزيانه بزاف. مزيانه بزاف وخدموا. راه معايا اخوات كيدخلوا شهريا 3000 درهم 6000 درهم. ما كيمشيو للمعمل كيمشيو للشركه ما كيحوطوش عليهم ما كيغوتش عليهم حد كيخدموا. كيما بغات هي وكتحس براسها مديره. غير الطريق حتى كتجمع البنات هكا في دار ولا هذا ولا طوال والاجتماعات ودايره جروب واتساب وكتخدم كل مره كتصيفط ليا تصويره ولا كارت ناسيونال كنجي كتعطيني 300 درهم كنعطيها 100 درهم. 100 درهم الاولى الثانيه الثالثه رجعوا مرتاحين. شريو الدار ديالهم شريو حوايج جداد يتعاونوا رجالهم يعاونوا الدار بطريقه سهله ومنطقيه. ومشروع حقيقي مغربي ديالكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. هذا المشروع هذا فوقاش تأسس؟ 2015 والمقر ديال الشركة ديالنا كاين في ساحة الحكومة في تكنو بارك راه جيت عندنا في الخليج. دابا عطيكم واحد الفيديو اللي فيه المقر قرب محكمة الاستئناف كاين تما ديك العمارة كبيرة سميتها تكنو بارك تما كاين المقر ديالنا في الطابق الأول. يلا كاين شي سؤال آخر؟ غادي تحسسني بحال شي نجم دابا كان راه. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اللي هو مشروع بطاقة مدفعة هو يمكن له غير الوضع ديال الحقيقة يمكن له يخرجك من واحد الدائرة ديال الاحتياج الدائرة ديال الفقر بين القوسين الدائرة ديال انتيا خدامة مع الناس وما عجبكش الحال وما مرتاحاش نقدروا اليوم نغيروا هذا الوضع الحمد لله. علاش؟ لأن أنا شفت بزاف ديال أخواتي خدامين معنا في الشركة حققوا شي حوايج كانوا كيتمناوهم وحققوهم بطريقة زوينة كما بغاو هما. دابا فاش كتخدموا في الفريق اللي معايا انا ما كاينش ديك الديكتاتوريه ما كاينش ديك الاوامر بالعكس حنا كنشتغل كعائله ولا نشتغل كشركه هي الفلسفه ديالنا. بطاقه منفعه كما قلنا هي بطاقه تبع شركه جروب عامري نور. جروب عامري نور هي الشركه ديالي اللي اسستها في 2015 اللي كان في تكنو بارك في ساحه الامم. شركه متخصصه في الاشهار في تنظيم الحفلات في الاستثمارات في العقارات وفي السياحة وفي بطاقة منفعة. هاد البطاقة وهاد الشركة شركة كبيرة شركة مغربية خصنا نفتخرو بها ماشي حنا ديما داخلة لنا شركة ماليزية شركة أمريكانية شركة جزائرية علاش فينا هما المغاربة ديالنا؟ علاش ما نشجعوش المحتوى المغربي ديالنا؟ اليوم هادي الشركة ديالكم ديالكم بمعنى الكلمة اللي كتدخلي معنا. شروط المشاركة باش تاخذ البطاقة وتدير المشروع ديالك هي الصورة ديالك وصورة البطاقة الوطنية وواجب الاشتراك اللي هو 300 درهم. عاودة صورة شخصية صورة البطاقة الوطنية واجب الاشتراك اللي هو 300 درهم. إذا مزيان ملي كتخلصي كتخرج لك هذه البطاقة بحال الشكاكة فيها صورتك وفيها سميتك وفيها واحد الكود. هذا الكود كل واحد فيكم عندها كود خاص بها باش كنعرفوا حنايا بالارباح. نفترضوا باش عرفتي على شي وحده لا ما تجي تعطيها الكود ديالك تعطي الكود طلع ليا انت باش كيدوزو لك الارباح ديالك. حنا نهضروا على فائده البطاقه اولا. هذه البطاقه خير بطاقه التخفيضات اول بطاقه للتخفيضات في المغرب. انتم محظوظات لانكم حضرتوا وغتشاركوا في هذا المشروع في المغرب اللي مازال في البدايه ديالو اللي مازال غادي يكبر ان شاء الله باذن الله. وغادي يكبر باش بينكم بالعطاء ديالكم والخدمه ديالكم. اللي غادي نكبروا غادي نكبروا كلنا اللي غادي نربحوا غادي نربحوا كلنا لان كنشكلوا فريق واحد. البطاقه اذا كانت عندك تستفيد منها تخفيضات حصريه. غاتمشي للطبيب غاتستفيد تخفيضات، تمشي للتحاليل غاتستفيد تخفيضات، غاتمشي للحوايج تستفيد تخفيضات، غاتمشي للمطاعم والقهاوي ديال السياره في الحمام الميكا تصور شعرك تهلي في ولادك تهلي في راجلك اللي تجيك على بالك باش درنا معها شراكه باش نتوما اللي تقدموا البطاقه ديالكم تستافدوا واحد التخفيض مميز وحصري. يعني كنقول كلمه حصري
يعني شي حاجه حصريه ما يمكنش يعني حصري معناها ان واحد مسكين يستافدو واحد ما كيستافدش. نتوما غتستافدو. نعطيكم مثال على الحصريه اللي غادي ندخل دابا للمود اللي كان حدا لاكار ديال الترن وغادي نطلع للفوق ناكلو طاكوس. كاين واحد الماركه معنا معروفه تما وهي احسن ماركه ديال الطاكوس كتسمى طاكوس دو فرانس. كاينه في البول فوق غاتكون جربتوها وكليتو بها الطاكوس دو فرانس. نعطيو واحد المثال، إلا طلبتي طاكوس ديال الكفته والدجاج ميكس مكتوبة في المنيو 55 درهم. ميمكنش في وسط المول تشاطرو، ممنوع راه بري فيكس ثمن محدد، ما تكونش غادي تصنع 5 درهم واحد 3 درهم، كاينش هاد الهضرة هادي، بري فيكس. إذا قلنا طاكوس ميكس كيعمل 55 درهم، بطاقة المنفعة كانوا ياخذوا غير 30 درهم. لاحظتوا الفرق؟ اللي في وسط المول بلا تخفيض، حنا في هاد البطاقة السحرية كنديرو التخفيض. كاين ديك سامسونج، كاين الحوايج، كاين مايورال ديال الحوايج ديال العوام الصغار 20% ديال التخفيض. كاين بزاف، كاين تما داك المحل ديال السوشي حتى هو كاين بزاف ديال المحلات. كتحسي براسك مزيان كيما قلنا حصريه مميزه على دوك الناس اللي كيتساراو في المول. كل مساكين كيخلصوا الثمن ديال الميوني، انت ديما كتستافدي اقل. غتنفعكم في حياتكم بزاف كيما قلت قبيلات. الا كنتي مولفه كتضيعي وكتصرفي 2000 درهم في الشهر مثلا، غتولي كتصرفي غير 1000 درهم. كنتي كتصرفي 500 درهم في الشهر، غتولي كتصرفي غير 250 درهم. وفاد الله وفاد جاب البطاقه وهاد الفكره هادي. خاصكم تفتخروا بها لانها مغربيه 100%. وكنفتخروا بك حتى انت لانك جبتي لنا هاد الفكره. الله يجازيك بخير. شكرا. شكرا بزاف. اذا مشيتي جربتي عجبك الحال، قدمتي البطاقه فري كنتي غتخلصي 100 درهم، خلصتي 70 درهم. هي عجبك الحال. جربتيها المرة الثانية، والله إلا نقصوا ليا، عجبك الحال. باش ما يوقع لينا حنا المغاربة اللي كتعجبنا شي حاجة كنبارطاجيوها، كنقولوها، كنقولها للحباب العائلة. غادي نمشي عند الشركة ديال كل واحد البطاقة والله العظيم مزيان. أجي تمشي تشوفي معايا، كاع هو الداري، غديها معاك وقول لي هاد القهوة، هاد البيتزا شحال كتعمل؟ شحال مكتوبة تما؟ 30 درهم، بيتزا مارغريتا 30 درهم. غنجي نشوف شحال باش نقضيها، كتاكليها بين حسبها غير 20 درهم. هي غادي تيح لان هذا ماشي بحال التسويق الشبكي والهرمي داكشي السما. حنا عندنا بالتطبيق ديها معاك تشوف. واحد النهار واحد القصه غنعاودها لكم طريفه جدا وقعت ليا. انا داير مع واحد السيد بحال هكا تعطل عليا كيما تفوتوا عليا. كان صادرو منك. كان صادرو. ساعه ونص مسكين ديال الروطات لينا. كنت كنتسنى تعطل عليا واحد الساعه هو عاد جايب لي ديال البطاقه. تعليلو من الديباط راه من الوقت. قال لي درت واحد التصرف يقدر يعجبك ويقدر ما يعجبش. شنو قال لي؟ راه دخلني الشك والشيطان يعطيني في راسي وبشي ما نسولوش بصح هاد البطاقه كاينه ولا ما كايناش. وفاش حلت الكتالوج بان داك المحل اللي كان في البوليفار في صحه القمام سميتو بيوزاكورا كيبيع العسان والتمر كاين بوليفار. غنمشي نسولو. مشي عندو قال السلام عليكم الله يرحمني بغيت نشري هاد البطاقه واش بصح هاد البطاقه خدامه؟ هذا قال له جري جري دابا راه خدامه غير جيبها لي دابا نقص لك 15%. قال لي عاد ارتاحيت وجيت عندك شريت هاكا سيدي. يعني الانسان حنا اسيدي سير حتى تسول وجرب عاد غادي تشريها باش تحس راسك راك في الامان وفي موقع اللي هو منطقي وحلال وكل شيء مزيان ما كاينش الخطا. اللي كنقولوا شي محل راه معنا راه معنا. نبداو على الارباح الماليه وهي علاش داير لنا كله كيفاش غنربح الفلوس من هذه البطاقه. كيفاش نعاون راجلي ونعاون ولادي من هاد البطاقة؟ كيفاش نعاون الدوال ديالي والمصاريف ديالي من هاد البطاقة؟ هاد البطاقة الثمن ديالها هو 300 درهم في العام. الثمن اللي هو جد رمزي، بحال شي 10 درهم في النهار ولا ما كاملش. أنت كدير مشروع، شريتي مشروع ب 300 درهم، دابا إلا كنت تبدا شي مشروع يعطي لي راسك واحد مليون. كيفاش تكري محل وتجهزي ولا دير الصوالة ولا دير أي حاجة يعطي لي راسك واحد مليون من فوق. هنا ب 300 درهم هاد البطاقة 300 درهم غتبني مشروع اللي كيدخل لك فلوس صحيحة. ما تخلصي ضريبة، ما عليك كرا، ما تبعك خدامة، ما تبعك ما والش ليها، ما تبعك حتى شي حاجة. يمكن تحكي أرباح مالية شهرية ما كتنزلش على 3000 درهم. كيفاش؟ ملي أنا دخلت وشريت البطاقة ب 300 درهم وجربتها غادي نعرض على أختي، غادي نعرض على بنت خالتي، ما عندهاش شي طويل، غادي نفعل لا مايمكنش. هادوك الناس اللي معانا انا نسيت ما قلتهالكش كلهم مجموعين في واحد الكتالوج. هذاك الكتالوج هو كتحلي كتعرفي المحل اللي معانا دابا حتى في المسائل ديال الحوايج وكلشي في الكتالوج. كاين واحد الكتالوج انا حسيت صحابي عام لا لا ماشي عام تكون سعيد يكون صعيب بزاف ولكن حنا
فرصه تاع واحد القريه. هذوك المحل اللي ناخذ معنا حنا كنختاروا بالعنايه، ما كندخلوش اي واحد، ما كندخلوش من هذا الدور هذا. ماشي واحد دار واحد المشروع ما عندوش الجوده، ما عندوش نقي داك الشيء، ما عندوش يدخل معنا وغيرنا شرط، ما كندخلوش. حنا اللي كنختاروا المحلات اللي غندخلوا باش نتوما عندكم البطاقه تمتعوا. ما يمكنش تقول لك انا راه واحد المحل غادي البير شيفا صدقه خمسه دوري دوري ثلاثه كتعرف داك المول دي طايح داك ما تمشي ما تمشيش، ولكن لو كنت راه في البولفار راه في الكنيسيه راه في واحد المكان اللي واضح كنساعدك باش تمشي مع العائله ديالك. اذا حنا كنختار الافضل باش انت هي ترتاح. اذا ملي جربت قلنا عرفتي على الصديقه ديالك قالت البطاقه ب 300 درهم الشركه كتعطيك 100 درهم جيبي حتى 100 بطاقه في النهار 100 درهم 100% انتي والجهد ديالك انتي والعطاء ديالك انتي والقدره ديالك الى امنتي بهذا المشروع وركزتي معاه غادي يعطيك اموال كبيره. اسمح لي نحط سؤال، دابا جاو عندي عائلتي وديتهم مشينا تغدينا في شي وقع واعر ياسر تغدينا اليوم والتالينا وكلينا ونخلص جوك واخا. هاد البطاقه هادي صالحه ليك راجلك لولادك لوالديك فقط. لا خصهم يديروا البطاقة. حيت حنا عارفين هاد القضية. شي واحد يديها صح هاد القضية. لقاو بطاقة واحد الله يرحمها جا كاملة. أنا ديك البطاقة اللي تمشي بها. أنا ديك البطاقة اللي تمشي بها. اسمح لي عندي واحد السؤال. عاود إلا كليت بحال اليوم غدا وبعدو عاود شي تمات. كولي 100 مرة في النهار. صحتك خالتي رشيدة. الشركة 100 درهم لكم النعسات 100 درهم على راس عطيني الشركة 100 درهم زيادة أي وحدة جبتها كناخذ 100 درهم. كاين الجيل الثاني كنت ناخذ عليه 25 درهم. جبت صاحبتي سميتها فاطمة مثلا عطوني مثال خديت معاها في الأول 100 درهم هي تبارك الله نشيطة كتخدم كتحرك جابت راجلها مثلا جابت الأخ ديالها ما كنهضر هي غتدي لك 100 درهم وتجي غتدوز لك 25 درهم. داك الفريق ديالك اللي درتي دوك وليداتك او وليداتك كل ما باعوا كدوز 25 درهم ما دير حاجه. اذا غادي يولي الدور ديالك واخا نكمل الجمله هو التحفيز ديال الفريق ديالك والتشجيع ديال الفريق ديالك باش ما ينعسوش حيت الا خدموا هما غيستافدوا وانت غتستافدوا. كنوليو كنخدموا بعقليه الفريق ما كنفكرش غير في راسي. الا استافدوا الا خدموا هما كلنا غادي نستافدوا. خذ اسمعي كاينه غير كارطه وحده ولا كاينه دابا انت غادي تسمعكم اول كارطه راه كاين فيكم الطموحات اللي غادي ما تقنعهمش هاد الكارطه ندوز لكم كارطه كارطه اخرى هي تباعت بزاف اللي كتسمى ديامون ديامون كارت ديامون مقاول بطاقة مقاول ديامون. هاد بطاقة المقاول ديامون الثمن ديالها 1200 درهم 120 فرنك ديما في العام 1200 درهم. علاش طلعات من 300 ل 1200 حتى الربح ديالها طار بزاف. هذه أغلبية البنات كيعملوها كتسجل ب 1200 درهم. سمعوا مزيان ركزوا معايا 1200 درهم عاودة كيف قال لي أحسن سجلت ب 1200 درهم جيتي عندي قلتي لها بغيت البطاقة ديال الديامون المقاول. أنا حنا في الحقيقة هذه كنسميوها مستهلك شي واحد شراها غير باش يستهلك يستافد من التخفيضات وخا عطيناهم ديك 100 درهم يعتبر عندنا مستهلك الدرجة التانية كتعتبر كراد مقاول مقاول كياخذها ب 1200 درهم. شنو كتعطيه الشركة مقابل 1200 درهم؟ كتعطيه البطاقة ديال الديامون دابا نورياكم هي فيها واحد ديزاين زويون ماشي بحال هذا فيها الديامون كنعطيوك أربعة ديال الكارطات ديال 300 درهم كادو عاودها لكم أربعة ديال الكارطات ديال 300 درهم كادو كنعطيك واحد الروسين بانك كتسجلنا ربعه ديال البطاقات ديال 300 درهم. يعني 300 في 4 شحال؟ يلاه شي مشاهد 300 درهم في 4 شحال؟ 1200 يعني واش يعني شحال؟ شحال باش تخرجي انت؟ يعني تخرجي 300 بابا
طلعت من فابور. انا دخلت ب 1200 درهم عطاتني الشركه 4 البطاقات بعتهم رديت فلوس زيرو خساره. شي شركه ديالنا ما كيبغيش شي واحد يخسر بالحربيه تعرف ما كنرضاش شي واحد يحلف فمه عليا يقول مشاو لي فلوسي ما نرضاش شي وحده او شي واحد يقول مشاو فلوس. اذا من الاول دخلتي ب 1200 درهم كنعطيك 4 البطاقات وكيت مثلا حاجه وهذه السيده وهذه السيده وهذه السيده هذا التصاور ديالهم ولا كارت ناصمه ديالهم غادي نصور لك هذه البطاقات هادو فكنعطيهم لك هذيك 300 درهم شديها هذيك 300 درهم خذيها هذيك 300 درهم خذيها انت ربيتي الفلوس ما كاينش خساره. نبدا بديتي عرفتي على واحد السيده وبغات تدخل معاك حتى هي ديالها شحال باش غادخل هي 1200 درهم حتى هي ديامون انت ديامون عرفتي على ديامون 1200 درهم الشركه غتعطيك مكافاه ماليه ديال 400 درهم هنا طلع النيفو ديال الارباح تاع المستوى دابا اي بطاقه بعناها ب 1200 درهم كدير 400 درهم يعني نبيع اضعف الايمان غير 10 البطاقات كدير 4000 درهم بعت 20 بطاقه كندير 8000 درهم واحد لانجي ديال القراح حتى هي راه كيمشي لازون فرونش راه كيتخلص غير 5000 6000 درهم تبيع غير 20 بطاقه تربحي 8000 درهم. وهذا الشيء موجه حتى للناس اللي كيسمعونا دابا اللي هو كيدير هذا الشيء طبعا وهذه راه نتوما اللي خدامين في الشركه راه محظوظات لان الجمهور كله راه تبيعي 1200 درهم عرضت على 1200 درهم حنا كنسميوها الديامون انا ديامون ب 1200 درهم عرضت على ديامون ب 1200 درهم الشركه ديالي انت ممكن تدوز ليا 400 درهم راه نهضروا على الجيل الاول الجيل الاول كتدي فيه 100 درهم مثلا المثال الاول اللي عطينا دخلت فاطمه بديامون الشركه عطتني 400 درهم فاطمه دخلت صاحبتها ديامون فاطمه غتاخذ 400 درهم انا غندوز ليها 100 درهم فوقاش ما ولا كباعو ما كانش ماشي 25 درهم 100 درهم طلعوا 25 درهم في الكارطه الاخرى هذيك غير للمستهلك هذاك المستهلك 100 درهم وحتى على الجيل الثالث نعطيكم 50 درهم ونوقفت اذا الجيل المباشر 400 درهم الى خدموا كندير معاهم 100 درهم والى خدموا ولاد بلادهم كندير معاهم 50 درهم شنو هو سر النجاح هو نكثر دوك المباشرين ديالي دابا تخيلوا معايا انتم كلكم ديالي انا راح تلقيتكم تلقيت صحابك تلقيت معاك تلقيت معاك صافي غادي ندير واحد الجروب وغادي نشجعكم تخدموا كل مره بعد انت غادي معاك 100 درهم انت غادي معايا كل ما بعتوا كندي معاكم انا حيت درت فريق هكا سكيت عندي ثلاث ايام الواحد من الفريق ديالو فريق وكل ما كثرتي الفريق المباشر كل ما رجعت يعني غادي تقنعوا بشي حاجه يعني هي صحيحه يعني تقول لها كيفاش تلقى تستافد واش وفق كل يعني اللي كتسجل غادي يديروا دورات تدريبيه اللي تسجل هذا كنديروا دورات تدريبيه خاصه هادشي دابا كنهضر معكم غير عموما ملي غتسجلي راه غادي ندير لك فورماسيون كيفاش تهضري كيفاش تبيعي وشنو غتقولي وشنو غتقوليش حتى كتدير لي واحد التدريب اللي هو مزيان عاد تلقاو كيفاش تخرجي يمكنش تعطي 1200 درهم وسيله تنقرا راسك لا بالعكس انا كنصنع فريق خصو يكون فريق واعر وكيبدل لي زيدكم الربح الثالث نعم الربح الثالث في نفس البطاقه ديال ديامو مول البطاقه ديال ديامو كنعطيوه هذاك هي تي كارت فيزيت فيها 100 كارت فيزيت كنعتبروك ريسبونسابل كوميرسيال مع الشركه مسؤوله تجاريه مع الشركه غتلقى فيها سميتك فاطمه بن حدو التليفون ديالك والعنوان ديالك مسؤوله تجاريه علاش خصك كارت فيزيت ولا عندكم واحد الربح الثالث مع المحلات غتمشي لشي كوافورا شي ريستورون شي طبيب وغتقول له مرحبا بك تبغي تدخل معنا واحد المشروع ولا اي محل تدخل معاه داك المحل عرفتي اللي تدخل معنا كتخلص عليه 500 درهم فاش دابا هو كل ما جدد كل ما خديتي 500 درهم اذا غتربحوا 400 درهم نهضروا في الاول على التخفيضات حتى اليوم فيها تخفيضات فيها الباريناج 400 درهم 100 درهم 50 درهم وفيها الربح مع المحلات كل محل دخلتو كناخذ معاه 500 درهم اذا الفلوس صح دخلت مثلا ندير واحد التقريب انا بشهدة وكنخدم دخلت 10 ولا 20 محل ندير واحد 20 محل طلعوا طلعوا المستوى ديال الطموحات 500 درهم مضروبه في 20 شحال؟ 10000 ما شاء الله غير المحلات عطوك 10000 درهم بعتي واحد 20 بطاقه 400 درهم دورة 20 8000 درهم وجمعوا 8000 درهم على 10000 درهم شوف شحال غتدخل للشركة كاينة الفلوس خصنا غير
الحدقات اي الحدقات وشفنا كتقتلوني انا كيبقاو في يد اخواتي كيخدموا 1800 درهم 2000 درهم شهر كامل والشهر تمام ربي غير ربي هذا جوج بطاقات ولا اربعه كيف تكون الصالير ديري الباج في الفيسبوك سميها بطاقه المتبعه خدمتي كيف بغيتي ماشي هي اللي كتعرفي حتى المشاهدين اللي كيتابعونا دابا هذا الميساج راه وصل لكم حتى نتوما ان شاء الله بزاف ديال الاخوات بالقهورات كيقولوا شي بنت مسكينه راه عيات وكيحات عيا الشاب وما عاجبهاش العاد ولكن صابره لان ما عندهاش البديل ها انا الاولى اه راه كنعرف الواقع محتاجه هاد البورصه هذه باش عرفوا الحجره يعني ثلاثة ديال الناس بزاف هانتوما غادي نشكل واحد المثلث ذهبي هكا كنسميو مثلث في الراس ديالو كاين ملمح داك مول المطعم اللي هضرات عليه ولا مول الحوايج شنو كيستافد كنعملو له الاشهار حنا كشركة كنشهروه يعني غادي نقول لك عليه هذا كندير له الاشهار غادي نشهروه في مواقع التواصل في المجلات السيت ويب كلشي غيستافد الاشهار وكيستافد من الكليين اللي كنصيفطو له اللي هما الناس البطاقة يعني هو دابا كيروج اذا هو الاول كيستافد ثاني انتيا كحاملة البطاقة كتستافد من التخفيضات ما كانش عندك حق من قبل انك كتستافدي ولي كتبرعي بالتخفيضات وولات عندك ارباح مالية ها ثاني انت ربح جيو الثالث هو الشركة ديالنا حققت مبيعات وجو عندها منخرطين جدا كلشي مستعد هذا هو النجاح علاش نجحنا حنايا ماشي محتكرين للنجاح وكيما شبهني واحد السيد خبير في التسويق الشبكي قال لي اول شركة ما كتفكرش في راسها الله يرحمه ديك شرح لي الجملة بحال دابا مابغيش نقول شركات اخرى اللي كيديروا هادشي ديال السينار ولا كيديو الفلوس كيبيعوا المنتج ديالهم وكيديو الفلوس ياك اه باغي اش بغا نقول السينار كيبيعوا داكشي كيديو هما الفلوس كاين اللي كيخرجوا امريكان ولا لا حنا شركتنا كنخدم معايا المطاعم كياكلوا معايا المقاهي كيخدموا معايا كنروج البلاد اليوم خدام عندك البطاقة هي اللي زعما تعطي البطاقة بغات تمشي تاكل عندك البطاقة ما كانش غتمشي عندو قبل حتى شافتو في المجلة أغلبية البطاقة يستافد منهم كيخرجوا كيسافروا حتى حنا من الناس اللي ما عندناش الضمان الاجتماعي غادي نستافدوا ان شاء الله صافي يلا صافي شكرا الله يجازيك بخير هاد المعلومات شكرا لك بزاف على المعلومات واحد جوج ثلاثه مع الدعاء راح البال وتوفيق الناس.